أهلا بكم من جديد. نبدأ من اليمن. في الوقت الذي دخلت فيه عاصفة الحزم السعودية أسبوعها الثالث، أصدر مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يفرض حظرا على تزويد الحوثيين والقوات الموالية لها بالأسلحة وسحب قواتهم من صنعاء وبقية المناطق. المشهد اليمني مع هشام فريد. لا تزال عاصفة الحزم مستمرة، ومع دخولها أسبوعها الثالث، مستهدفة مواقع تمركز المسلحين الحوثيين ومستودعات الأسلحة والذخيرة في اليمن. واليوم قصفت مواقع للحوثيين في مدينتي تعز وعدن جنوبي اليمن، وأغارت على مواقع الدفاع الجوي في تعز، استهدفت نقطة تفتيش للحوثيين وسط عدن، مع سقوط قتلى وجرحى لم يتم تحديد عددهم. البنية التحتية هي أحدى النقاط التي نسعى للمحافظة عليها في سبيل استفادة المواطن اليمني منها، ولكن الوضع الآن أصبح حرج، ويجب أن لا نترك لهذه الميليشيات أن تستفيد من هذه الإمكانات. لاحظوا أنهم يستخدمون الملاعب الرياضية والمدارس. المدفعية السعودية تركز قصفها على مواقع تجمعات المسلحين الحوثيين على امتداد الحدود السعودية، مع وجود أليات ودبابات سعودية في منفذ الطوال بمنطقة جازان، مع استمرار المناوشات وإطلاق النار بشكل متقطع. وتعتبر منطقة نجران هي الأكثر سخونة. يعني في أمن وأمان، يعني فجأة كده يحصل قصف، البيت كله بيتهز، شبابيك. أحيانا نحن بنخاف إنه الليل كله، أنت عارف، بنكون سهرانين، ننوم الساعة 6 صباحا، ننوم الساعة 6 صباحا، يعني نهارنا بقى ليل وليلنا نهار. قتل اليوم 6 حوثيين في كمين نصبه مقاتلون من اللجان الشعبية المؤيدة للرئيس هادي في محافظة لحج بالجنوب. حاولوا لم نمكنهم من ذلك، وتعاملوا معهم بوسائل الإسناد الناري مع البعد، وبالتالي لم يستطيعوا أن يصل إلى الحين. في سياق منفصل، نفى المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العميد محمد سمير في بيان أي وجود لقوات برية مصرية على الأرض في اليمن، وإن القوات البحرية والجوية تشارك في العمليات منذ بدئها، ونفى مقتل أي من الجنود أو الضباط المصريين في اليمن. من جانبه، طرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم خلال مؤتمر صحفي في مدريد خططا من 4 نقاط لحل الصراع في اليمن. نحن نؤمن بالحوار اليمني وتقديم مساعدات إنسانية وتشكيل حكومة ذات قاعدة موسعة، ونجدد دعواتنا لوقف الضربات الجوية. في ذات السياق، عقد مجلس الأمن الدولي جلستنا اليوم للتصويت على مشروع قرار أعدته دول الخليج، قدمته الأردن بصفته الرئيس الدوري لمجلس الأمن، ينص على فرض عقوبات على زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي وأحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس اليمني السابق، وفرض حظر على توريد الأسلحة للحوثيين، مع وقف العمليات فورا ومن دون شرط.